أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. دوران محوريان خلدا حادثة كربلاء. الدور الأول هو الدور الملحمي الذي تمثل في بطولات الإمام الحسين وأنصاره وإخوانه الذين قضوا شهداء على أرض كربلاء. هذه البطولات التي يسطرها لنا كتب التاريخ هي جزء من جانب تخليد حادثة كربلاء. والمشهد الآخر والمحور الآخر الذي ساهم في تخليد حادثة كربلاء هو الدور الإعلامي الذي كتب هذه الملحمات وخلد هذه الملحمة العاشورائية التي تمثلت في كربلاء. إذن لكل ثورة دورين محوريين يخلدهما أو ينهيهما أو يحرفهما. الدور الأول هو دور الملحمة والتضحية والفداء والبطولة والصمود والإباء والعزة والكرامة والشموخ، والدور الثاني هو كتابة هذا التاريخ وتدوين هذا التاريخ. الرواية التي ندشنها اليوم الخارجون من الماء تقوم بالدور الثاني من تخليد ثورة شعب البحرين. الدور الأول هو الذي تمثل في بطولات الشهداء والسجناء وأبناء شعب البحرين الذين آووا ونصروا، والدور الثاني هو في تدوين هذه التضحيات وفي كتابتها وفي توثيقها. العدو يسعى دائما لتشويه ثوراتنا ويشوه صورة شهدائنا ويطمس تضحياتنا، ونحن من خلال هذه الكتابات التي كتبها أخينا العزيز محمد طوق وغيرها من الكتب التي توثق حقيقة الثورة تخلد ثورتنا الأبية وتجعلها في مسار ثورة كربلاء. لذلك نحن نحيي كل من ساهم في كتابة وتوثيق هذه الرواية الخارجون من الماء، وندعو أبناء شعب البحرين قاطبة لأن يدونوا ويكتبوا ويوثقوا كل ما جرى في هذه الثورة لكي لا يحرفها الأعداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.